السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أنا منيرة من قناة ميرا كرافت للأعمال اليدوية والخياطة. اليوم راح أسوي خبز منزلي رائع ولذيذ وشهي وسهل بنفس الوقت، ومكوناته موجودة في جميع المنازل. المقادير مثل ما تظهر لكم على الشاشة: 3 أكواب دقيق جميع الاستعمالات أو 420 غرام، أنا استخدمت دقيق كينج آرثر. تقدرون تستخدمون أي نوع من الدقيق، بس الأفضل أنه يكون دقيق جميع الاستعمالات أو دقيق خبز. وكوب وربع ماء أي 300 غرام، بشرط يكون ماء مفلتر أو ماء من العلب، ولا تستخدمون ماء الحنفية لأنه يوجد فيه كلور ويقلل عمل الخميرة الفورية. واستخدمت ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية وملعقة صغيرة من الملح، بشرط يكون ملح هملايا أو ملح بحري، لا تستخدمون الملح الموجود فيه يود، كذلك اليود يقلل من عمل الخميرة. بعدها أعجن جميع المكونات مع بعض، وما أبالغ في العجن، يعني حتى تكون يعني متماسكة مع بعض. بعد أغطيها وخليها بمكان دافي لمدة نصف ساعة. بعد نصف ساعة نعجنها ونكرر هذه العملية مرتين زيادة، يعني 4 مرات خلال ساعتين. الأفضل نترك العجينة تتخمر لمدة 3 ساعات أو 4 ساعات. أنا آخر مرحلة هذه للعجن، وعجنتها بطريقة بحيث أنه يدخلها الهواء. بعدها غمستها في صحن في حبوب شيا وحبوب عباد الشمس وحبوب قرع، يعني جميع أنواع الحبوب وحبوب كتان. ورشيت سلة التخمير دقيق، وبعدها أحط فيها العجينة ثم أغطيها مدة نص ساعة.
وخلال هذا الوقت أحمي الفرن لدرجة 450 وأدخل فيه القدر الهولندي أو الداتش أوفن أو القدر المصنوع من الحديد، وبعد ما يتحمى وترتفع درجة القدر أحط فيه الخبز وأدخله للفرن لمدة نصف ساعة. بعدها أشيل الغطاء وأخليها لمدة 15 دقيقة حتى تتحمر الخبز من الأعلى. وبعدها طلعة من الفرن وما نقطعها وهي حارة، نتركها تبرد على رف سلكي حتى تبرد تماما ثم تقطع أو تقصص. وهنا بعد ما قصيت الخبزة واستخدمت سكين خاصة بالخبزة تكون مشرشرة من داخل ناعمة ولينة من الخارج مقرمشة وريحتها تجنن في البيت. دهنتها بزبدة مملحة وضفت لها مربى، وتنفع تقطعونها شرايح وتدخلونها الحماصة الصباح، والأفضل تحتفظون بالخبز بأكياس مخيطة من القطن أو الكتان، أفضل من إنكم تحطونها بأكياس بلاستيك. شاكرة لكم المشاهدة، وأتمنى ما تنسون اللايك وإضافة القناة.